كيف جرت العادة مجموعة كتبية ولا فونداسيون مؤسسة الطائر كتحتضن هذه الدورة الرابعة مدينة المحمدية. يوم مكافأة مجموعة كتبية في الدورة العاشرة. دورة ناجعة من كل المقاييس. الجدي ديالنا هذا العام بطل من حجم كبير. وسي الحاج طاهر غني على التعريف، المؤسسة كتبية بصفة عامة و فونداسيون ديال الحاج طاهر بصفة خاصة. يعني سنهنئوها على التنظيم الجيد في هذه السنة. نشكر الناس المنظمين والناس جنود الخفاء اللي كيساهموا في هذه التظاهرات الوطنية والدولية والعربية. Actually, I am very happy, you know, even here in the city and the people. حنا جد فخورين بهاد الناس وهاد السبونسور اللي كيدعموا هاد النوع من الرياضات، خصوصا رياضة ألعاب القوى. احتضنت مدينة المحمدية صباح الأحد 17 ماي الجاري 2015 نصف ماراثون دولي 10 كيلومتر في دورتها الرابعة، والذي تنظمه مؤسسة الطاهر للأعمال الاجتماعية وبإشراف من عمالة المحمدية والمجلس البلدي للمدينة وبتنسيق مع عصبة الدار البيضاء الكبرى لألعاب القوى. كيف جرت العادة مجموعة كتبية ولا فونداسيون مؤسسة الطاهر كتحتضن هذه الدورة الرابعة مدينة المحمدية كبير، وبحيث استجبنا بطل كبار وعلى رأسهم بطل العالم تادي سيليجام إريتريا. الرقم راه عنده أحسن، عنده رقم، هو ركورد مان ديموند ديال سومي ماراثون ديال الساعة، وسبق لي فاز ببطولة العالم 4 مرات. هو من إريتريا وكاين أبطال كبار من كينيا، وما ننساوش أبطال ديالنا ديال الفريق المغربي. نصف ماراثون المحمدية أعرف مشاركة عدائين وعداءات من المغرب إلى جانب عداءات وعدائين أجانب بارزين ينتمون إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذين يتوافرون على توقيت جيد في هذا النوع من السباقات كإريتريا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ودول عربية شقيقة. خصصت لهم اللجنة المنظمة بالكتبية جوائز مادية قيمة للفائزين والفائزات، بالإضافة إلى جوائز هامة للسباق الناشئين أقل من 16 سنة. المؤسسة كتبية بصفة عامة و فونداسيون ديال الحاج طاهر بصفة خاصة، يعني سنهنئوها على التنظيم الجيد في هذه السنة. لا ما ترتو. I'm very happy we enjoyed the races. Even the Moroccan guy, he's a strong guy. You know, all athletes, the Moroccan guys. I go with another ladies, but I see them, they are not come. I come with men. إذن كي دايره هي المشاركة ديالكم مع النادي الملكي لدرجة؟ أولا تنشكركم على هذا الترحاب، وبالنسبة لهذا الماراثون كما يعرف أن النادي الملكي للدرجة النارية هو دائما موجود في الأعمال سواء الاجتماعية أو الأعمال الرياضية، وهذا شرف لنا أننا نكون حاضرين في هذا الماراثون الرابع لمدينة المحمدية اللي عاد قمنا بواحد المهرجان ديال الطفولة اللي كان الدورة ديالو الأولى دورة ناجحة. وشكرا. احنا جد فخورين بهاد الناس وهاد السبونسور اللي كيدعموا هذا النوع من الرياضات، خصوصا رياضة ألعاب القوى، وما يمكن نوادي الدراجة النارية إلا تساندهم وتكمل هذه المبادرة الطيبة بالمساهمة ديالها في تنقيل الصحافة والوقوف عن كتب، لكي يكون تكون هذه التظاهرة في المستوى. الاسم ديالكم؟ وسيم، والمدينة ديالي الدار البيضاء. اليوم تاع صغر مشارك هنا بالماراثون، نصف ماراثون الدولي هنا بديت المحمديه، كيف الشعور ديالك؟ الشعور ديالي انني كنحس براسي راه بطل وسط جميع الناس اللي مشاركين في هذا الماراثون هذا. وعليكم السلام. كيف جاك الماراثون هنا بديت المحمديه؟ وفي الحقيقه هو داز مزيان وبيان اورغانيزي، و جو سوي تري كونتونت حيت مون فيت حتى هو ساهم، عنده لاج ديال 14 ans. هذا اللي كان دابا كيدوي معكم، وانا جد مسروره بزاف. ميرسي بوكو. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام سامور، رياضي معاق ديال العاب القوى. كنشكروا الناس المنظمين والناس جنود الخفاء اللي كيساهموا في هذه التظاهرات الوطنيه والدوليه والعربيه. كنشكروا على راسهم الحاج طاهر رئيس شركه كتبيه
اللي كيستدعينا دائما الحمد لله في اي ملتقيات دوليه وعربيه ديالو، وهذا التنظيم الحمد لله تنظيم جيد. وكنشكر الاخوان ديالي على راسهم واسيف رضوان وعبد الصمد الدامي وفتاح الطيبي، والحمد لله الصيبة كان في المستوى. وهذه المرة الثانية وحنا الحمد لله كنشاركوا في هذا التظاهرة على 10 كيلومتر بالمحمدية، والحمد لله النظام في المستوى. وعليكم السلام. فهمتي يعني مشاهدة لهذا الماراثون هذا، يعني كي جاك الماراثون الدولي هنا بديت المحمدية؟ الماراثون الدولي ديال المحمدية جا غزال هذا العام، نظم أحسن تنظيم، سي بون، سيتي ميرفيو، وسافا، الناس ارتاحوا، سي بون، هادشي اللي بغينا.